توفيق ان شاء الله للمنتخب الاردني. ويونس شلون تشوف اداء الاردن؟ الاردن طبعا اكيد منتخبنا الاردن ومنتخب منتخبين في البطولة. منتخبكم ولا منتخبنا؟ منتخبنا. منتخبنا ومنتخبكم بعد يونس. لا صراحة الأردن مبروك لكم، مبروك للأردنيين كلهم هذا الفوز. وصلوا مرحلة جيدة أعتقد. طريقة اللعب الأردن يعرف إمكانياته وطريقة اللعب اللي يلعب بها، هي مبين طريقة الهجمة المرتدة. لديه 3 لاعبين جيدين، 9 وال11 وال10 معروفين، يعني هم يقودون مراكز الهجوم. لديه خطة دفاعية محكمة يلعب بها اللي هي 5 مدافعين. وأعتقد خالد أنا حتى في مباراتنا وياهم قلت لهم أنه الأردن نعم قبل التصفيات قبل البطولة كان غير جيد ولحد الآن، لكن البطولة تنطي روحية ثانية للفريق. ونبهنا بأن هذا الموضوع موضوع الروحية. تعرف أي فريق يجي هو مو زين، لكن يجي في بطولة أو في مناسبة ما تلاقي المعنويات تختلف 120 درجة عن السابق اللي كانت موجودة. هاي يعني يصير بين اللاعبين، خاصة بين اللاعبين. وقدموا مباراة ماراثونية. أعتقد المدرب عارف إمكانيات فريقه، وهذا ده يلعب على الإمكانيات اللي عنده وده ينجح بيها صراحة. ووصل للدور 16 وممكن يصل للنصف النهائي، يعني إذا أتقن وعلى الروحية اللي موجودة ممكن يصل. المنتخب القطري مو المنتخب اللي كان في الإمارات، البطولة الأخيرة في الإمارات، لكن يبقى المنتخب القطري هو منتخب جيد ومنافس. لكن دائما منتخب القطري تكون الأنظار قليلة عليه، خاصة من خلال الإعلام. لديه إمكانيات جيدة، لديه لاعبين أعتقد عندهم الخبرة الكافية أمام جماهيرهم في أرضهم يلعبون. أعتقد ممكن تكون هناك فرصة كبيرة للمنتخب القطري إنه ممكن أيضا يصل لمباراة النهائي. أعتقد الفريقين يعني هي خالد، وكل دائما الانصدام يصير بالمجموعات. بعد المجموعات الطرق تختلف، يعني خاصة طريقنا وطريق المنتخب القطري، ونقدر نوعا ما نقول طريق سهل بالنسبة لنا. ما راح نواجه لا كوريا ولا يابان ولا أستراليا ولا إيران إلا في النصف النهائي، وهذا شيء جيد يعني بالنسبة للطريق. أعتقد فرصة مؤاتية. نتمنى التوفيق طبعا أكيد للمنتخب القطري، والنشامة أيضا نتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله يعني يصل واحد منهم على الأقل يكون بالنهائي إن شاء الله يا رب. المنتخب موجود هناك، والمدرب التقى بالجماهير التقى بهم، والجماهير طالبته بالبقاء. ايضا التقوا باللاعبين، وبعد اعتقد كابتن عدنان ايضا طلع للجماهير، وبعد صارت اتصالات باتجاه انه المدرب راح يروح لاسبانيا. ف رئاسة الوزراء السيد محمد الشياع السوداني طبعا شخصية نحسد عليها لأن داعم الرياضة بكل تفاصيلها، وهذا شيء جيد بالنسبة لنا. لأول مرة يجي رئيس، يعني بعد رئيس الوزراء السابق الكاظمي أيضا كان داعم، وهو اللي حضر فلوس خليجي 3.25 بالبصرة. يعني شوية صار داعم باتجاه الرياضة، وهذا شيء جيد بالنسبة لنا. المشروع مستمر. مدرب لدينا عقد مع 26، لكن بنود العقد في كل سنة يجدد العقد. فصار تدخل من رئيس الوزراء، وإن شاء الله ننتظر قرار المدرب. الآن المدرب خرج من العراق، الآن متوجه إلى مطار بغداد، يتوجه إلى إسبانيا هو والستاف ماله. قبل شوية كنت أتكلم مع الكابتن عدنان، كان جالس وياهم ودعهم أيضا رجعوا لإسبانيا. وإن شاء الله يعني أخذنا تطمينات منه أن يبقى مع المنتخب، لأن إحنا عندنا مشروع يعني 26 لتكوين المنتخب هذا، ويراد له صبر ويراد له. لكن الأهم في الموضوع، لأول مرة في تاريخ ممكن أقول العالم، أنه جماهير تدعم المنتخب كل مشاركاته، فوز خسارة لأول مرة تصير. يعني ما أعتقد يعني بالعالم كله أنه جماهير تصبر على فريقها أكثر من سنة. إحنا الحد الآن صارنا سنة وشوية، والحمد لله الجماهير يعني شفت الخروج، والجماهير
ماشية مع المشروع وهذا شيء جيد بالنسبة لنا. صارت بعض الاختلافات هنا وهناك وهي طبيعية تصير بكل مكان، لكن المشروع قائم وإن شاء الله هؤلاء الشباب يقدرون يكونون مجموعة جيدة. المنتخب العراقي يفيدونا بعد صعود إن شاء الله الكأس العالم، وهذا المتأمل منه ومن الجماهير، يعني الجماهير تنتظر منا صعود الكأس العالم. لدينا كل الإمكانيات، نتمنى من رب العالمين يوفقنا. نعم اللاعبين أكثريته أغلبيتهم شباب، يمكن إذا شفتوا تصريحاتي بالبداية صرحت يمكن على قناة الكاس وقناة أبو ظبي أعتقد بوقتها. نحن عندنا 25 لاعب إلى 30 لاعب هم لاعبين شباب لا يتجاوزون العمر 22 سنة، وهذا جيد. وأكو لاعبين لأول مرة يشاركون بهاي البطولة، لكن المردود كان جيد بالنسبة لنا. المؤشرات بالنسبة للمنتخب جيدة بالنسبة لنا، ماشيين وياها وداعمينها ونصحح الأخطاء، وإن شاء الله يعني بالقريب العاجل تصفيات كأس العالم راح تكون على أبواب. الشهر الجاي تبدأ اللعبات مع كأس العالم، إحنا مصدرين مجموعتنا الآن، صار اتفاق إنه ننسى البطولة، صحح الأخطاء اللي صارت عندنا، وإن شاء الله ماضين بتحقيق حلم الجماهير العراقية بالصعود لكأس العالم. طبيعة الحوار اللي دار بينكم وبين المدرب بعد المؤتمر، بعد المؤتمر الصحفي، شو اللي صار بالضبط بعد المباراة؟ بعد المؤتمر، خلنا أقول لك أحسن، يعني نحكي عن المؤتمر لو نحكي، أي لأن المؤتمر هو كان نقطة تحول حتى في يعني فكر المدرب إنه خلاص لحظة شوية أنا يمكن أوقف المشروع. درب كساس بعد المؤتمر قال أنا يمكن أوقف المشروع ما دام أنتم بتعملوا معي بهالطريقة. لا لا، هو المشروع مو هو يوقفه، مو بكيفه هو، مو مدرب هو، مو هو اللي يوقفه، هذا قرارنا إحنا، إحنا كدولة وإدارة المنتخب يعني إذا كسس يوقف لا أنا أقصد المشروع. أنا كعنصر المشروع، مش إيه؟ مش مشروع العراق. لا أول إن أنا كنت أشتغل معاكم في المشروع بس لما تسويت فينا هالشيء لا لحظة شوي أنا ممكن يعني أخذ فكرة ثانية. مشروع وطن، انا عارف، انا كلمك كشخص معاكم في المشروع. لا هو شوف للامانه انسحب من المشروع معناه صح؟ للامانه شوف، هو المدرب الكاريزما مالته وطريقته هو محبوب لدى الجماهير العراقيه، وهو متفاعل للامانه يعني صح. هذا الموضوع متفاعل وياه، والكاريزما مالته ماكو قريبه على الجماهير العراقيه، دائما تكون وياه، يكون وياهم كونكت عنده مباشر وياهم، ما يهتم. لكن المشروع ما يقف على واحد، هو مشروع دولة، يجي يونس ويطلع عدنان ويطلع كاساس ويطلع، هذا المشروع قائم، هذا الموضوع يعني ما أعتقد يقف على واحد، لأن هو مشروع دولة إحنا ماشيين به، ومشروع اتحاد يعني ودعم دولة. أما تقول لي يعني إنه كاساس يستمر، نعم أنا مع كاساس، الآن كاساس صار له سنة وشهرين مع المنتخب العراقي ولديه الرؤية كاملة، جبنا له أكثر ما يقارب 100 لاعب اختبرهم ولديه فكرة كاملة على اللاعبين، الاستاف ماله طوره لكن تعرف خالد كل مشروع هناك أخطاء تصير به، يجب أن تصحح هاي الأخطاء، إنه ما نضل على نفس الأخطاء. الآن أنا كنت أتكلم مع الكابتن عدنان درجار رئيس الاتحاد العراقي، وممكن راح تصير لنا جلسة عن قريب. إحنا طبعاً الاتحاد جلسنا بعد المباراة، لكن الوضع ما يساعد إنه نقيم بصورة صحيحة، يراد لنا أكثر من جلسة حتى نقيم مشاركتنا وشنو الفوائد اللي حصلناها من هاي البطولة وشنو الإخفاقات اللي صارت بالنسبة لنا كإدارة منتخب العراقي. المؤشرات جيدة، احنا نتمنى طبعا، مشكور رئيس الوزراء استعجل في موضوع التدخل واستدعى المدرب والكادر ماله الى بغداد، واليوم جلسة وياهم، هاي نقطة ايجابية بالنسبة لنا. ايضا النقطة الاهم الايجابية انه الجماهير متفاعلة ويانا، يعني الجماهير متفاعلة واجت حتى للفندق، من سمعوا خبر انه المدرب يريد يترك المنتخب اجوا للفندق وظلوا هناك وشجعوا المدرب. صارت بعض الحالات، أنا ما أقولها حالات يعني البعض حسبها إساءة، أنا ما أحسبها موضوع أكثر من موضوع أنه حرقت بعض الأشخاص، الأخواننا الصحفيين اللي جو. للأمانة أنا صراحة ما شفت تجاوز، يعني لحد الآن الفيديو من شفته ما شفت تجاوز، ما عدا شخص تهجم على
بالكلام على المدرب، لكن تعرف أنا أشوفها من وجهة نظري هي مرفوضة طبعا جملة وتفصيلا، أنك صحفي، صحفي لك مهنتك ولك وضعك ولك تقييمك وعندك المايك، ومن خلال المايك أو من خلال مواقعك تكتب اللي تريده اللي بخاطرك. أما أنك تتجاوز على مدرب أو تتجاوز على إداري أو تتجاوز على أحد، هاي ما مقبولة. لكن مرات إحنا شنو نقول؟ نقول الحمية تأخذنا، إحنا خاصة المنطقة العربية دائما الحمية تأخذنا، يصير عندنا رد فعل مستعجل. أنت ما شفت الفيديو هذا؟ أنا شفت الفيديو، مو هو بالعراق نزلوه متقطع يعني أكثر من جزء، قناة الكاز قالوا لي إنه مصورين من وراء وماخذينها. يعني شوف أنت حتى هنا ماكو الاستهجان اللي صار، الظاهر إنه الصحفيين صار عندهم غضب من حالة ما وطلعوا. يعني أنا حتى دا أشوف إنه دا يصير بالجمع إنه طلعوا من المؤتمر، طبيعي ترى أنا بالنسبة لي صحفي قاطع مؤتمر موضوع طبيعي، لكن التجاوز ما مسموح صراحة. من حقك تعوف المؤتمر، من حقك تزعل، لكن إنك تتجاوز أو تتكلم أو تذب كلام مو صحيح هذا غير مقبول. كابتن يونس، بس هون هو بعد ما تجاوز على المدرب صار يؤمر أصدقائه إنه يلا اطلعوا برا، خلونا نطلع برا، بالصوت والصورة موجود. فأنت من حقك سألت المدرب سؤال ما عجبه، أوكي أنت انسحب، بس ما بيصير تعمل فوضى وتقول يلا خلينا نطلع برا. وشفت رجع دخل، رجع صار يندهل لبرا. فهي هو شوف، هو أنا أعطيك الفيديو، أعطيك الفيديو كامل. الصحفيين مو هو المشكلة شنو؟ أكل التباس خالد. اللي حسب ما قالوا اللي تكلم مع المدرب شخص، واللي قال لهم اطلعوا برا يعني خلنا ننسحب من المؤتمر شخص ثاني. يعني المشكلة بالعراق الآن، الكلام اللي دا يصير بالعراق إنه كلهم تجاوزوا. لا لا، مشكلة البارحة الصحفيين، يعني بعض الصحفيين جاوا للفندق وكان مشكور موجود مستشار رئيس الوزراء السيد خالد قبيان كان موجود والتقى بهم، والأخ أياد بن أيان أيضا مستشار رئيس الوزراء، وشرحوا لهم إنه إحنا الكلام اللي دا يصير علينا بالإعلام، تعرف أكو بعضها استغلوه كبروا الموضوع صح. باتجاهات ثانية، باتجاهات تهديد المدرب وهذا الموضوع، طبعا هاي ما موجودة يعني، لكن أكو بعض الناس أثارت هذا الموضوع. نعم أكو تجاوز على المدرب من خلال أحد الأشخاص شفته إنه كان يتكلم للأمانة ما سامع الكلام، بس حسب ما نقل وحسب ما شفت بالصورة الكلام ما سامعه. أما بقية الزملاء كانوا متعظين ضايجين على الخسارة وعلى هذا وانسحبوا من المؤتمر طلعوا، لكن انه تجاوز منهم تجاوزوا مباشر على المدرب، انا شفت حسب ما شفت الفيديو شخص واحد، والاخوان اللي بقوا كانوا متعظين من موضوع النتيجة والكلام وطلعوا من المؤتمر. ولا وفي ناس حتى زعلانين جانا برنامج المجلس، عفوا في ناس حتى زعلانين قالوا له سبب خسارة جيت برنامج المجلس. هذا موضوع ثاني. شوف خالد، قلت لك احنا عندنا بعض الامور يجب ان نجلس ونصحح بها. انت عندك مشروع، المشروع دائما اذا انت المشروع تمشي به عدل، يعني ماكو مشروع قبل تجي تطلع قبل وانك واصل للقمه، لازم اكو اخطاء، لكن السبع والذكي انه يتلافى الاخطاء بالمرحله القادمه. يا جماعه احنا صارت عندنا كثير من الاغلاط موجوده، يعني انت ماكو شغله ما بيها بها بعض المعوقات، لكن اعتقد الاتحاد العراقي برئاسة الكابتن عدنان درجال لدينا جلسة راح نقعد وراح نتناقش وراح نشوف، وراح المدرب يقدم لنا تقرير والمدير الاداري يقدم لنا تقرير والمدير الاعلامي يقدم لنا تقرير، وايضا الاخوان السيد احمد الموسوي ايضا اللي موجود مع المنتخب يقدم لنا تقرير، وايضا رئيس الوفد العراقي اللي هو النائب الاول علي جبار راح يقدم تقرير. زين هاي كلها راح تنجمع وراح نجلس كاتحاد مع اللجنة الفنية اللي موجودة باتحاد العراق، أكيد راح نشوف شنو الأخطاء اللي صارت عندنا وين المطبات اللي عندنا وين الأمور الجيدة، حتى الأمور الجيدة نبني عليها والأمور الخطأ نتلافاها. قيم لمشاركة المنتخب في البطولة. خالد شو صوتك ناصي؟ لو أنا ما سمعك كبرت. عطني تقييمك. خلاص يونس أنا كبرت في العمر، ما أنت يونس ما قمت تسمع أنت. أنا إذا سبحان الله إذا صار فيني شيء يصير فيه، أنا ما قمت أسمع هو ما قام يسمع. يونس قيم لي مشاركة المنتخب في البطولة بشكل عام، أنت شلون شوف مشاركتكم؟ مشاركة راضي؟ يعني أنت كلاعب كيونس محمود كلاعب أسطورة، انسى أنك
نائب رئيس اتحاد، انسى انك في المنتخب، انت واحد من الجمهور لك نظرتك الفنيه، راضي عن مشاركه المنتخب العراقي في كاس امم اسيا؟ كان يعني بالنسبه لي اي طبعا راضي على ال الاداء اللي قدم المنتخب، لكن كان بالامكان احسن ما كان. ممتاز. طبعا كان احنا عندنا القدرات، عندنا لدينا لاعبين. خالد ماكو منتخب يبدل ستة وينزل ستة وما مهتمين بالموضوع، صعبة هاي. احنا لدينا طاقات موجودة، والأهم بهذا كله انه احنا لاعبيننا كلهم صغار. احنا عندنا اربع لاعبين ما يتعدون الاربعة، يعني اعتقد اللي يلعبون ريبين وجلال، ريبين وجلال واعتقد ايمن، لاعبين الخبرة الكبار، الباقي كلهم شباب، كلهم ما يتعدون 23 و22. وعلي بعد، علي يعني لا مو علي، مو هم المدافعين يعني بدلاء ما ينزلون سوية، بس اللعبة الأخيرة تعرف صار طرار. يونس هذا أنت مساء ما تذكر تقول أول مرة أشوف ردة فعل الجماهير مستانسين بعد خسارة المنتخب يرجع يصفق له. هذا في السابق يونس فترة طويلة المنتخب العراقي كان صراحة ما عنده هوية، مش ما عنده شخصية البطل. الآن السنة اللي طافت بمسك المدرب ياب معاهم كاس الخليج، ياب معاهم غرب اسيا، وصار عنده شخصيه البطل، فريق قوي فاز على اليابان في البطوله، فريق صار عنده هويه. فهني احنا امس نسولف عن ثقافه الجماهير العربيه، هني شفت ثقافه الجمهور العراقي على قولتك بتقول يطلع حق اللاعبين يصفق لهم، هاي ثقافه تعتبر. حسوا بقوه الفريق العراقي، حسوا ان عندهم تصفيات اهم من كاس اسيا، تصفيات كاس العالم، حسوا ان ما يبي يخسرون الفريق لا الجهاز الاداري ولا الجهاز الفني ولا اللاعبين، يبون هذه المجموعه. فأنا الصراحة أشيد بشغلكم خلال السنة هذه اللي قدمتم مع المنتخب العراقي، صار عندكم هوية شخصية البطل السنة هذه بالأخص. أنا وياك جمال، إحنا شوف هو كل اتحاد لا أربع سنوات دورته الانتخابية، إحنا من الدورة مالتنا راحت سنتين ونص. أنا ما أحسبه، إحنا لدينا المشروع اللي نمشي به، لكن أنت باكر عقبة لديك جماهير ولديك هيئة عامة ولديك حكومة ولديك أولمبية ولديك الناس هم تريد منك. يعني أنت نعم نمشي بالمشروع، لكن أنت المشروع إذا واقف مكانه يراوح هم راح يقول لك أنت ما سوي شيء. أنت لازم تتقدم بالمشروع مالك حتى المقابل نعم ينطيك مجال يقول لك نعم أنت خطواتك. فلهذا أقول لك إحنا المشروع مالنا ماشيين به. الآن لدينا لاعبين ما كان أحد يتوقع أنه هذا الزخم من اللاعبين اللي يكون موجودين، وأنه المدرب لديه ما يقارب 50 إلى 60 لاعب هم جاهزين. خلي بالك ترى إحنا مو بس دولة، المدرب في أي لحظة يستدعي لاعبين هم جاهزين موجودين، ولاعبين ما يقلون مستوى عن اللي موجودين. لكن أيضا المشروع يحتاج لخطوات تتقدم بها. نعم ممكن إحنا ما حالفنا الحظ أمام مباراة الأردن، يعني كانت عندنا بعض الخطأ اللي ارتكب الحكم أثر على الفريق يعني ذبحه، لكن الأهم أنه إحنا دا نشتغل معهم أنه هاي كرة القدم فوز وخسارة، توقع كل شيء يصير بيها. ممكن تكون أنت أفضل فريق وبلحظة، يعني إحنا حتى نطيناهم مذل قلنا إحنا كل توقعات اللي كانت موجودة 95% اليابان والطرق والهذا، إحنا فزنا على اليابان تخربطت 99 يمكن 1% نجح، 1% نجح، لأن كلها متكهنة إنه الياباني يفوز. فكرة القدم تنطي اللي ينطيها. الأهم لدينا إمكانيات لاعبين جيدين، الأهم لدينا إدارة يعني اتحاد مساند المنتخب ودعم، لدينا مدرب واستاف على مستوى عالي، لدينا إعلام عراقي مساند للمنتخب العراقي بين قوسين، ما لك دخل اللي صار بالمؤتمر، كل الإعلام العراقي هو مساند، جماهير العراقية مساندة لهذا المشروع و كابتن يونس أموره. لكن احنا الآن كان عندنا تقييم على موضوعين، انه كاس آسيا ندخل ننافس بيها وكاس العالم نصعد بيها. الآن آسيا راحت، الظروف اللي صارت بيها اللي صاحبتها اذا كان خطأ مدرب، عفوا مدرب، اي نعم خطأ مدرب او خطأ يونس او خطأ جمال او خطأ حكم، راحت بعد المباراة ما راح ترجع يعني خلاص. الآن لدينا كاس العالم، نطوي هاي الصفحة، نستفاد من أخطائها، نبني على الأمور الجيدة اللي بيها حتى نروح كاس العالم، لأن كاس العالم الآن فرصة كبيرة لدينا، لدينا 8 مقاعد ونصف، يعني يجب أن نحارب على البطاقة حتى نحارب على أول 4 بطائق وليس على 4 بطائق الجديدة اللي انضافت لآسيا، لأن فريقنا يستحق أنه يكون بكاس العالم إن شاء الله. إحنا علينا نجتهد وتبقى على توفيق من رب العالمين.
أنا أشوف يعني بالفعل كلامك صحيح، في نقلة كبيرة في مستوى الكرة العراقية، حتى لو أخذنا الفريق اللي فاز في كأس الخليج لغاية الآن في تطور كبير في مستوى الفريق وفي نوعية اللاعبين وفي كمية عفوا اللاعبين مثل ما ذكرت أنت. أنا سؤالي كابتن بالنسبة حق لجنة المنتخبات اللي عندكم ومنكم نستفيد، لجنة المنتخبات قوامها لعيبة دوليين سابقين مثلا أو مدربين أو خبراء فنيين، وشو دورهم عندكم في الاتحاد؟ هل هم من يقيمون المرحلة هذه ويقيمون مدرب، أو هل لهم تدخل في أمور الفنية في اختيارات المدربين؟ لا، أنا أعتقد اللجنة الفنية تتكون من الكابتن أنور جسام، وأعتقد الكابتن نزار أشرف، أعتقد أكثر من شخصية موجودة. هي كانت اللجنة الفنية، بعدها اختلفت صارت لجنة منتخبات، بعدها صاروا مستشارين لرئيس الاتحاد، لأن تعرف أنت رئيس الاتحاد هو أصلا مدرب، يعني رجال عنده الرؤية وعنده الأمور الثانية اللي موجودة. احنا التقييم للخط البياني بين فتره وفتره يصير هناك جلسه بموضوع المنتخب الوطني والاولمبي. احنا ترى حتى المنتخب الاولمبي والشباب تقريبا اهتمام كبير بيهم، يعني ياخذون من بعض، يعني احنا عندنا سيستم نمشي عليه الان. عماد محمد موجود على منتخب الشباب وماشي بصوره صحيحه، وايضا منتخب الاولمبي مع السيد راضي الشنيشل، وايضا لدينا خامات جيده جدا بي موجوده، زين تعرفهم يعني. والمنتخب الوطني ايضا موجود، الان لدينا كم من اللاعبين كثير، منافسه موجوده بين اللاعبين. تبقى فقط انك شلون هاي التكوين المنتخب تكونها يصير قوه ضاربه. يعني احنا اكو بعض الامور يعني انا شفتها من ضمن، نتمنى يعني ننتظر انه تكون جلسه مع الكابتن عدنان والاخوان المدربين حتى نستفسر عنها، لأن أكو بعض الحالات صارت ما كان لها حل سريع، المفروض يكون لها حل سريع. بعض الأمور الإيجابية اللي صارت مع المنتخب يجب أن نبني عليها ونطورها أكثر. نتمنى مثل ما قلت لك، نتمنى أنه رب العالمين يوفقنا ونستمر بهذا المنوال ويستمر الدعم الحكومي. رفعتوا شكوى رسمية للاتحاد الأسيوي؟ إيه، قدمنا شكوى رسمية، لكن خالد تعرف أنت الشكوى الرسمية يعني لا تسمن ولا ليش، بالعكس سجل موقف، يعني سجل موقف، تسجل موقف خو علي، ما سجل موقف خو، كل الدنيا قالها تنظلم العراق، يعني على شنو سجل موقف بس تادز كتاب؟ لا القصد لا هو صح صار عتب ايضا من الاعلام باتجاهنا، لكن هذا شيء روتيني، عمل اداري روتيني يعني يصير بي. لكن انت شو الفائده، انا قدمت وما حد دافع عني، يعني قدمت هذا. انا بالنسبه لي يعني ما اعرف انه كلام ممكن ينقال او صعب ينقال، لكن المعروف علي يعني دائما يعني ما عندي شيء اخاف منه. احنا عندنا ضعف في موضوع الملف الخارجي، يعني الملف الخارجي صعب، يعني ممكن اكو منتخبات بالقوه تشارك لكن عندها قوه وعلاقات هذا، يعني هسه الحكم من وجهه نظر يعني انا ما اعرف يعني اذا كنت صائب او خائب بها، ممكن ما احس قوتنا كاتحاد عراقي، ما اعرف بس هيك اعللها. بس يونس هذا يعني كم مرات، انا قصدي من الموضوع يعني اكو حالات مماثله صارت سابقا، ذكر بوقت تتذكرون حتى المنتخب السعودي من حصل على ظلم قامت الدنيا ولم تقعد، واعتذارات الاتحاد الآسيوي يعني كثير من الأمور. ممكن أعللها، ممكن أنا غلطان، ممكن صادق، ما أعرف، لكن هاي مو أول مرة خالد أنت تعرف بها يعني صارت. ممكن يعني حكم النسيج باتجاه الاتحاد الآسيوي أو العلاقات ممكن إحنا ضعيفين به، ممكن أنا أعلل هاي شيء. زين أنا بقول ما أعرف، أنا ممكن ما أعرف صائب أو لا، بس ما أعرف كلامك صح. لأن أنا شفت الحكم وكأنه ببرودة أعصاب وطلعوا بعض الناس دافعوا عنه وهذا، وكأنه ماكو شخص ممكن يخاف منه يقول لك أنا ممكن هذا يكتب بيه تقرير يأذيني، يعني حسيت هيك. أنت تعرف بس إحنا بالعراق أو بالدوريات المحلية أكو لجنة حكام وأكو حكام وكو اتحاد وكو مسؤولين عليهم مقيمين. انت من تشوف الحكم من يخاف من المقيم ماله او يخاف من اللجنه اللي موجوده مالته يحس بها باور، يحسب بها، بس ممكن بلحظه يعني
حس ان الموضوع ما راح ياثر عليه. اول شيء احنا نقول ان الاردن يستحقون الفوز. لا لا انا ما قايل، احنا قايل ما قايلين هاي الموضوع، هي أحسنت. كره قدم بالضبط، فيها فوز وفيها خساره. اثنين، انت تقول ان طلعوا في الاعلام وتكلموا ان الحكم ما اخطا او دافعوا عن الحكم، صح؟ لا لا مو كل الاعلام. أوكي. انا بعض اللي يعني بعض الاعلام، لكن في جهات اعلاميه كثيره، ومعلش انا اقول لك احنا قناه الكاس عندنا برنامج مختص اسمه برنامج الحكم، طلع وقال لك ان الحكم مخطئ 90% من الاعلام ويا انه الحكم خطا. ممتاز، اذا معناته يونس مثل ما هي اختلاف اراء، فعليا هي اختلاف اراء الراي. في ناس يروحون مع الحكم، اللي بيروح يقرا القانون بيقول لك انا مع الحكم، استخدم الروح، اللي يستخدم الروح القانون. بس انا مثلا واحد من الناس اللي اقول اذا بتطبق القانون على ايمن حسين طبق على لاعب الاردن. صح صح، اذا هو كالمنسف فهذا كالمنسف، اذا هو احتفل مع الجمهور فهذا احتفل مع الجمهور، واذا هو تاخر فهذا بعد تاخر. لان حتى احنا بنجلس قلنا والله تعال في فرق 20 ثانيه، طبعا لا لهم خص لاعبين الاردن ولا لهم خص حتى لاعبين العراق. وايمن حسين انا راي شخصي وليس مختص اقول مظلوم، لان الحكم ارجع اقولها مليون مره، لو الحكم ما اخذ اجراء ضد ايمن حسين ولا حد بيتكلم ولا حد درى عن الموضوع ولا الاردنيين احتجوا ولا حد، مثل ما انت العراقي يوم هم احتفلوا ما احتجت، صح؟ صح. هو نفس الشيء ترى الاردني ما احتج فعليا، هو الحكم اللي اخذ الاجراء الغريب. واحنا نقول حتى في التحليل هنا نقول ان حتى الكرت الاول لا يستحقه اللي هو في الشوط الاول، هذا كلام محللين. انا ويا خالد شوف انا ليش قلت لك يعني تكهنت هذا التكهن بالنسبة لي، وقلت لك هذا موضوع شخصي خاص يعني يمثل كرأي يونس محمود وليس اتحاد العراقي أو جهة ما. يعني أكو حالات، أكو حالات اللاعب من يجي بالملعب، أكو حالات إضافية من يطيه المدرب واجبات، أكو حالات إضافية يسموها الإبداع. لاعب يبدأ، أنا أجي ضربة جزاء يجي المدرب يقول لي أنت لازم تلعبها احد الزوايا، تجيني على مزاجي اريد اسوي حركه خاصه بي ابدع بها، او انه كمهاجم انه الهدف قدامي اريد اسوي حركه فنيه اريد ابدع بها. انا اقول ممكن 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 الحكم في لحظه ما، وانا اعرف الحكم ترى عندي سوابق وياه، ممكن بلحظه ما حس انه طرد ايمن حسين انه راح يصير له فتشي، انه المباراه من وجهه نظري انا اقول ممكن حس المباراه انتهت لان هي اخر دقائق مالتها، وراد يعني يقول هو ترى المدرب بطل نوعا ما نوعا ما من هاي، فهي صارت عكسيه تتسلط الضوء عليه بشكل احسنت. صارت وياي وين؟ نفس الحكم صارت ويانا بالصين، باسم عباس المدافع. وين صارت؟ بالصين، مباراتنا مع الصين هو كان حكمنا، فباسم عباس كانت لعبة قوية جدا الصين من كانوا فريق اعتقد بال 2006 2008 2007 يعني هاي الحدود هم كانت تصفيات، فباسم شمر الكرة هيك ورجع، وباسم عنده انذار وجنس انطى باسم انذار وطرده، وانا رحت تعاركت وياه حتى يعني كان المشادة وياه قوية وطلع لي اصفر انطاني وتلاقيت مع اللايمن، واللايمن قال له اطرده، بس كان الوضع ما يعني ما يسمح كهرباء. ما يسمح يعني صار اقوى منه، اذا يطرد كابتن الفريق وباسم ممكن ينسحب الفريق، بس هو اكتفى بموضوع طرد باسم وانذاري. فاحنا عندنا سوابق ويا، طبعا انا للامانه هي متجني على الحكم، لكن هذه الاحداث اللي صارت انا اقول ممكن ممكن هو راد يكسب الوضعيه اللي موجوده، وخاصه الكل يعرف انه هو مرشح انه يقود النهائي. كابتن خلي بالك خالد، يعني ممكن هاي الحاله طرد ايمن والعراق فايز، ممكن هو يطلع بالتقييم ان تقييمك جيد تتاخر والوقت مالك انت اخذ القرار صائب، لكن هو بالاخير طلع الموضوع من خسر العراق وقعت براسه. يعني لو العراق فايز ممكن تصير اهون انه العراق فاز وصوج ايمن وايمن تاخر، وممكن تطلع هاي الحاله، لكن العراق فاز يطلع يقول لك خلاص انا ما اطبق روح القانون، انا القانون اطبقه بحذافيره، واني صفر ثلاث مرات وما سمعني طبعا طبعا بحذافيره، لكن المشكله اللي صارت انه العراق خسر وطرد ايمن هدفين جن دقيقتين علينا، يعني عفوا بخمس دقائق الفريق وكانه اختلف منتخب العراق اختلف، فهذا صار عكسي عليه،
تخلي بالك أنا ممكن يعني هو كان يجي يفكر وصارت عكسية ويعني الخسر بيها اثنين، الخسر بيها الحكم إن الكل لامته وممكن يستبعد من البطولة، وأيضا العراق خسر خسر وطلع من البطولة وراح مجهودة، الاثنين خسروا بآن واحد. هو اليوم حسب ما وصلني من مصادر إن المدرب الحكم ما تدرب اليوم، قد يكون مستبعد لكن بشكل لا مو مستبعد. أنا المعلومات اللي عندي إنه الحكم استبعد من دور الثمانية. دور الثمانية. دور الثمانية. لأن هو أصلاً قبل البطولة هو مرشح يدير النهائي. بس هو حكم الافتتاح على ما أعتقد. وحكم النهائي أيضاً. هذا المخ. بس هسه الوضع اختلف عند الاتحاد الآسيوي ولجنة الحكام. بس أنا يونس صار الموضوع شوية. أنا مع جزئية إن الاتحاد الآسيوي هي عبارة عن منظمة. لا لا موت احنا دا نحكي الاتحاد الاسيوي، ما نحكي يعني مثلا رئيس الاتحاد والنواب والاعضاء، لا لا احنا دا نحكي كصفه يعني هسه انت من تقول لجنه الحكام مثلا، هو لجنه الحكام تمشي من ضمنها. هو تدري شنو العاميه اللي ما شعدنا احنا انه اللجان مو مستغله، يعني بالاتحادات تصير هاي موضوع اللجان مو مستغله، فايش من يحكي يقول لك مشكله، ما يقول لك اللجنه الفلانيه، يقول لك لا الاتحاد مو زين، الاتحاد سوى هذا الموضوع، مع العلم هو ممكن لجنة عادية يعني خارج صح ضوابط الاتحاد ولديها خصوصيتها لها، لكن احنا نحمل لجنة الحكام لها اكيد. الحكام هم من اختاروه، اختاروه كحكم خالد حكم يحكم كاس العالم، بس قلت لك اللي صار كان قاسي جدا على العراق واثر هواي على العراق واثر عليه هو نفسه. نعم احنا عموما نبعد عن موضوع نظريه المؤامره صح ما في لا 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 ما لا لا موضوع المؤامرات وموضوع فلان خابر اليوم اني واحد داز لي انه يونس يتحدى الدول العربيه وما ادري شنو لحظه، هل انت قلت في تصريح ان لن نقبل بان اي حكم من دول المنطقه يحكم لنا مره اخرى؟ حكام مجاور منو راح يحكم لنا؟ منين نجيب حكام؟ لا لا خالد شوف اعطي التصريح مش بس في تصريح بروي هذا التصريح سهلك والتصاريح انقص منها يعوفه لا تفتح موضوع التصاريح في تصريح حق يونس محمود احنا عندنا وين قبل انت لا تصدق التصريح شنو انت منين جايب هذا التصريح بس انت تقول صح ولا لا؟ لا لا يونس محمود صرح وقال لن نسمح لاي حكم من دول الجوار ان يقود مبارياتنا في المستقبل، نعم او لا؟ نعم او لا؟ زين وين نازل هذا؟ أنا قرأته في تويتر. في تويتر. صح. منو اللي منزله؟ حساب إخباري. حساب إخبار. حساب الإخبار منين جابه؟ غير نصل حتى نصل المصدر. بعدين بقول لك. بس أنا مفبرك. لا شوف. أنت هاي تصريح وفي تصريح ثاني. لا ذاك لا تحكي ذاك مشكلة. هذاك صعب. هذاك تحدى قطر وتحدى السعودية وتحدى الاتحاد الآسيوي وخلي يطردوني من كل مكان، قلت محمد جني رايح عربان. شوف خالد. احنا بالنسبة لنا هي هاي احد الامور اللي دا تأذينا صراحة. احنا السوشيال ميديا مفتوح يمنا، اتذكر اجت فترة شفت ناس قامت سوت موقع باسمك وتتكلم خالد جاسم احنا هذا مؤثرة جدا. والمشكلة شنو؟ المشكلة مدى نقدر نحاربها، وبعض الاعلاميين يستغلون هذا الموضوع، يعني ياخذ الخبر وينزله. يعني البارحة أخويا وزميلي حيدر زكي ببرنامجه اتطرق لهذا الموضوع، اتطرق يعني قال إنه ما يصير نائب ثاني ويتكلم هذا الكلام. المشكلة هو قال لي أنت غلطان، يعني هسه أنا أقول له لا أنت غلطان، المفروض تعرف المصدر ماله منين. المصدر يعني إحنا بالعراق كل من يجي ينزل نوبة ينزلونه، نحكي على كابتن عدنان نوبة مسوي كذاك مسوي، فهذا أكو بعض الناس تلتقطها بالسوشيال ميديا وهذا خطر. وأنا دائما نطلع نقول لهم يا أخوان كنا النجوم والاتحاد العراقي وهذا عندنا مواقعنا الخاصة وموثقة من قبل الفيسبوك وتويتر، يعني أخذ مني الخبر أو تشوفني في قناة وأتكلم في موضوع ما. مشكلة الجماهير صدق مشكلة يعني يتناقلونها ويتناقلوها خاصة بالعراق، تعرف موضوع السوشيال ميديا مفتوح عندنا، ما بي ضوابط ما بي أي أمور، فهذه ده تأثر علينا صراحة. أكو جهة مستفادة منها وأكو جهة منضرة منها وأكو جهة محايدة، وهذا خطر بالنسبة لنا. يعني حتى لاعبيننا أكو بعض اللاعبين تأذوا كثير من هذا الموضوع، أكو لاعبين يعني خطيئة ملاعب وهو مو بالمنتخب وبعدهم يحجون عليه،
يعني نزل حتى يصير تفاعل وهذا، وهذا موضوع مؤثر. احنا مشكلة بعض الاخوان الاعلاميين يستغلون هذا الموضوع. المفروض يصير يصير اجماع اعلامي انه هذا الموضوع خطر، تريدون المصادر تاخذوها منا احنا كاعلام رسمية، يعني مو من الفيسبوك وتخلوها تتداول، اللي انت تعرف هاي مصلحة بلد يعني طبعاً. موضوع خطر يعني بالنسبة لنا. اما هاي التصاريح اليومية كسع دازي اللي انت اخر تصريح يقول لي شنو اخر تصريح يعني اخر تصريح اللي دزولي اياه اتذكر يعني تصريح كان يعني مو واقعي كلش، مو يعني ما له دخل بال زين. الاتحاد السعودي ايش دخله بالموضوع؟ بعد دخلك مع الاتحاد والبحريني بعد اي يعني حاكين هذا. شوف اكو ناس اللي تخلط الاوراق يعني في موضوع يعني مشونه بالسوشيال ميديا لحد ما احكي طلع لي في قلبك يونس ايش فيك متكتم؟ شو الموضوع؟ مو متكتم هاي موضوع يعني قلل من وضعنا وعلاقاتنا الطيبه مع الاتحادات الخليجيه والاتحادات العربيه. هذا الموضوع مو صحيح يعني. تعرف انت ممكن ينتقل لغير بلد، وخاصه احنا عندنا الاخوان بالمملكه السعوديه والعراق، اي خبر ياخذونه بينتشر بسرعه هيك يعني مثل البرق يعني ما يتأخ، خاصه بالسوشيال ميديا وانت تعرف يعني. هذا الموضوع مو صحيح يعني، هاي تاثر على العلاقات. الحكم لا له دخل بالبحرين ولا دخل بالسعوديه ولا بالاردن ولا بقطر ولا له دخل الموضوع يعني. ليش يشبكون الامور بهاي الاتجاهات؟ قلت لك هي هذا الموضوع اللي صار، والسوشيال ميديا مؤذية ومؤثرة بدها تأثر علينا، وإن شاء الله رب العالمين يصير رقابة على السوشيال ميديا. عندي سؤال كابتن، على فكرة في مصدر عندي يقول لي تم استبعاد الحكم علي رضا وتم تبليغه يوم الأربعاء وتم إبعاده مع بعض المساعدين. أنا اللي قرأته من النصف النهائي دور الثمانية تم استبعاده رسمي. هذا برنامج الحكم عندنا شفته؟ أنا أعطي 7.4 أكثر عادي تسبب في هزيمة منتخب العراق بقرار الإداري الغير صحيح. الإنذار الأول ضعيف، الإنذار الثاني المادة 7 حطت يا أبو بلال تعديل جديد من السنة الثالث يتم إضافة الوقت الضايع للحكم، هذا بند لوحده مادة 7 أول مش موجود. بمعنى أنا فرحان جاي بقول بفرحتي لا شعوريا هالسيريا لا شعوريا أروح أركب، فطلعوا قانون وقبل سنة تقريبا طبقوه في كأس العالم إن الوقت الضايع احتفال الهدف ضيفة على الوقت الضايع، صار شيء رسمي. نروح المادة 12 16 سلوك حطت بند متى أنا أعطي انذار إذا بالغ اللاعب بالغ بعد تسجيل الهدف بالغ بالفرحة. شلون بالغ يعني؟ انت عشان تعطي الظاهر ان بلغة شنو بلغة؟ اني اجي اركب اشكح السور على الجماهير، اجي ابالغ اروح عند الفريق المنافس واعمل حركة استفزازية، اغطي وجهي، افصل فنيتي، اعمل حركة يا ابو بلال فيها سلوك رياضي. ابو بلال هذه مباراة قوية وقمة والحكم انا ما بيك تشرح لي. لا دقيقة انا ابي ادخل معاك في حوار بالنسبة للموضوع هذه. انت تقول قبل سنة شنو ذكر؟ الوقت الضايع أيوة في التعديل الجديد أيوة سنة أو سنة ونص تقريبا مش بالضبط أتذكر. أوكي قرار 2024 المادة 7 حطوا، شوف المادة 7 ما تكلم عن النظام، المادة 7 حطوا بس بل يتم إضافة الوقت الضايع عند احتفال هذه النص في 2024. لا خلنا كمل لا تقول لا سعود ما أعرف القانون شيء أخي. أنا أكلمك أو فهد موجود النص في المادة 7 بدون قرارات إدارية. أوكي المادة 12 حطت النص قانوني اللي هو قالت أنت تسجيل هدف إذا قام مبالغة في الفرحة. مبالغة شنو مبالغة؟ أنت قلت كلمة بداية وعجبني الوقت اللي ضيعها لاعب الأردن دقيقة و35 ثانية. المنتخب العراقي خلى دقيقة و50، هم يقولون انطرد دقيقة 21 1.1.20 اللي 21 يوم قعد. ايش يدخل هذه يعني؟ لا انت عامل عدالة ابو بلال، انا كحكم انا صاحب العدل وصاحب القرار، اعطيتهم دقيقة و35 اعطي العراق دقيقة و50 10 ثواني بالعدل يا جماعة. يعني انت تقول ان الكرت الاصفر الثاني
تسمى في هذه المنتخب العراقي. لا 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 ما احترامي 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 انا اكلمك انت كمقيم يا بدر. انا مقيم انا قبل اصير مقيم حكم دولي. اروح للمباراة الثانية وعارف القوانين. اروح للمباراة الثانية. طبعا الشباب ما شاء الله عليهم كلهم ما يختلفون ما يتفقون في برنامج الحكم بالعافيه. بدر بلال يعرف واني من قولت على السعوديه افترت الملعب كله خارج بعفت المال هذا الفرحه خالد ما لها دخل اللي سجل الحكم؟ لا افترت الملعب كله كله الفرحه خالد من تصير يعني اللاعب يخرج من شعوره خاصه في لحظات مهمه والزخم اللي موجود الجماهير ممكن مشكلة التعديل ليونس يعني اتفق معك انت مع السعودية يعني احتفال بشكل كبير فهم الحين لا يحط وقت يقول لك ونفس ما قال ابو فهد ممكن انت تقدر كهاي وروح القانون الوقت اللي كان فيه المنهزم يعني يمكن الحكم خذ الموقف بالقانون بالضبط فهمت يعني هاي هي المشكلة خذ الطشة رادي طش بس ما قدر. زين يونس المهم الفترة الجاية وش عندكم؟ عندكم مباراة مع الفلبين تبي نفسه؟ ايه عندنا مباراة اختار قهوة 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 كابتشينو كابتشينو بعد كرك وكرك شاي وشاي عوارقه عمون يا شباب طلبات كثرت. عندنا الشهر الثالث تبدا تصفيات كأس العالم مع الفلبين لدينا مباراة مهمة في البصرة الحمد لله احنا متصدرين مجموعتنا 6 نقاط اعتقد يعني الفوز يكفينا التأهل للدور الثاني يجب ان نحضر الفريق بصورة صحيحة لدينا مساحة جيدة وان شاء الله رب العالمين يوفقنا ونعوض جماهيرنا بالصعود لكأس العالم خاصة انه الان الفرصة متاحة يعني من 4 مقاعد صارت 8 مقاعد ونص لآسيا وعمان اذا ما صعدت شلون احنا وياكم انا صعد برتب مثل انت بترتب برتب ان شاء الله حلو وين نرتب كابتن قد صعدتوا 86 في المكسيك اي صح يعني بتعيدونها ومين يشيلها في المكسيك ان شاء الله مارادونا نرجع للمكسيك بيرجع من رامي يشيلها ميسي علمك كل هذا امور بتعيد التاريخ بيجي لميسي هذا يمكن كابتن ذكرت ان في خلفيه مع الحكم نفسه عندكم هيستوري معاه من زمان وانه هو كان يعني شديد في العقوبات ضد يعني العراقيين اذا انت الاتحاد المره لما عرفت انه هو بيكون للامانه ما اخذت موقف ما سجلته ملاحظه بلا سجلنا موقف بس قبل المباراه لا قبل المباراه صراحه يعني كنا مخبوصين مع المنتخب وهذا يعني حتى موضوع الحكم ما كان بالذاكره يعني انه لان احنا نعرف ما معقوله يعني يخطا يعني هذا الخطا يعني صراحه لأن جانب يعني لما نشوف في حكم او فريق متضرر من حكم بدون وجهه نظرهم ان هذا ترى حكم من قبل صار مع الموقف احنا نتمنى ان تحاشون انه ما يكون على اساس ان انت تحفظ حقوقك يعني ما يكون تمر عليك نفس التجربه كلنا هنا اتفقنا احنا الحكم كان في خاطره شيء على يعني كابتن ايمن او كان على المنتخب نفسه يعني كان يعني لا صحيح كلامك صحيح كلامك صحيح لكن احنا اعتمدنا على شنو احنا اعتمدنا على دخول تقنيه الفار يعني حتى الحكم ما راح يقدر يتلاعب أوكي. تعرف تقنيه الفار مع يعني بين قوسين يعني نقول حجمت الحكم حجمت الحكم في بعض القرارات حتى لو تكون صائبة أو مو صائبة الفار يرجع ويغير رأيه قبل كان من يأخذ الصافرة بعد انتهى لكن الحالة اللي صارت يعني ما نقدر عليها بعد صارت يعني زين يونس من ترشح من دورة الثمانية من يتأهل مستعجل شيء عندنا بول اللي منها ستريد زين أوكي ماشي